السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعي القناة ولكل من التحق بنا مؤخرا، وتحية خاصة للجميع على هذا الدعم المتواصل من جميع أطياف الأمة المغربية من الشمال إلى الجنوب إلى الصحراء المغربية إلى الشرق إلى الغرب، وأيضا ما ننساوش الجالية المغربية المقيمة في الخارج. فتحية إليكم جميعا، وبفضلكم الهجمات المتواصلة ديال الذباب الإلكتروني الفقروري تأثير ديالها شبه منعدم على القناة، وهذا شيء كامل بالفضل ديالكم. أمر مهم قبل ما نبدأ في هذا الفيديو، ضروري باش نوضح واحد القضية، هو ما تبقاوش تمشي وراء السلوكية اللي طالقين الفقاقير. راه طالقين واحد السلوكية الحجم ديالها يعادل تلك البلاغات 100 ولا 150 اللي طالقين بوزبال. أقولها وأكررها، ما كاين حتى شي فقروري درج ليه في الحدود المغربية. جاو قربوا الحدود ودار واحد الخيمة أنفاس مع الحدود، والفقاقير المساكن المغيبين، ولا نقول عليهم الذباب الإلكتروني، لأن الجزائري الحر راه خارج في الحيرة ضد النظام العسكري. الذباب الإلكتروني طلق السلوكية، قال لك يا سيدي خداو مدينة فيكيك. يا ودي مدينة فيكيك كاملة مشات. ما شوف دابا داروا خيمة أنفاس مع الحدود، قال لك خداو مدينة فيكيك. من هنا كنشوفوا الوراثة ديال ديك السلوكية اللي طالقين بزبر، منين جات من هاد الكراس ديال الفقاقير. على كل ما بغيتش نطول عليكم في هاد المقدمة، ردوا البال من هاد الإشاعات اللي طالقين الفقاقير. على كل اللي غادي ندويو عليه الآن، فيه جوج ديال الفضائح بالنسبة للدولة الفقرورية العظمى القهوة الإقليمية. الفضيحة الصغرى اللي كتأكد أن الأزمة ديال الماء عندهم بدأت من سنوات هذه، والفضيحة الكبرى هو أن الجزائريين اللي نقولوا عليهم بروك، فبالإضافة للطابور الصف ديال السميد وديال الحليب وديال السيولة وديال البطاطا وزيد تزاد لهم الآن طابور جديد، صف جديد اللي هو الصف ديال الماء. وبما أننا نتحدث عن ما حدث قرب الحدود ناحية فيكيك، فأصبح من اللازم الآن نتكلم على الرد المغربي اللي يدخل ضمن استراتيجية الدق والسكات، الذي جعل من بشار، مدينة بشار، تعاني الجفاف. وماشي مدينة بشار بوحدها، ولكن جميع المدن اللي جات قريبا ناحية الغرب ناحية المغرب كتغدى من هاد السدود ديال المغرب، وغادي نقطعوا عليهم كاملين. راه ماشي غير هذا السد الوحيد اللي بنينا، كاين سدود اخرى وكل شيء جاي بالمال. والمشاهد اللي غادي تشوفوا الان في نهاية هذا الفيديو ديال السكان ديال بشار يقفون في طوابير طويلة عريضة هي الاخرى باش يحصلوا على الماء، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن المواطن الجزائري محكوم عليه أن يعيش مدلولا تحت حكم هذا النظام العسكري الغبي. تخيلوا معايا أنك خصك تنوض مع الفجر تشد الصف على الحليب، وتسالي تمشي تشد الصف على السميد، وتسالي تمشي تشد الصف على السيولة، وتسالي تشد الصف على البطاطا، وتسالي تمشي تشد الصف على الماء. قمة الإدلال. ومن بعد هذاك اللي كان شاد الصف نيت عفوا هذاك اللي كان شاد الصف نيت نهار كامل، اللي الدماغ ديالو مغسول من هذا النظام العسكري، يجي بالليل يشد الريزو ديال الإنوي ويطلق لك السلوكية ديال خدينا فيكيك، خديتو الزعتر، فرحانين المساكين. جاو حدا الحدود ديال المغربية، ودار واحد الخيمة في واحد الجبل، وقال لك خدينا فيكيك. بقات فيكم الحقرة اللي درنا فيكم في القرقارات، ياك هربتوا وخليتوا الصنادل ديالكم تماك، بغيتوا زعما تردوا لنا الصرف، ولكن كنبقاو حنا الأصل والباقي تقليد، وانتوما في الأصل تقليد ديال التقليد يا الفقاقير. قال لك خداو فيكيك، وبربي
ويستمشي يجي شي فقروري ويحط رجليه في الاراضي المغربيه يفوت الحدود ليه. وغادي تشوفوا داك الصور ديال الاسرى ديال الجزائريين في حرب الرمال فاش ديناهم فحال الكلاب ربطنا لهم يديهم ودرنا لهم الصف غاديين فحال الكلاب. داك المشهد غادي يتعاود وقد أدير من أندر. الآن غادي نمشيو غادي تشوفوا المشاهد ديال طوابير طويلة عريضة على الماء أبسط مقومات الحياة الماء. إذن سوف أترككم هنا متابعينا الكرام وتحية طيبة مجددا إلى الجميع وسوف أراكم إن شاء الله في فيديو قادم. المنطقة في حال تواصل الجفاف وتقلص منسوب السد وبقاء مشاريع الدولة التي وعدت بها السكان المنطقة في هذا المجال تتأرجح بين الدراسة والخطابات السياسية الجافة. على مدار اليوم تصطف سيارات المواطنين ومن كل الأحجام أمام هذا الخزان المائي لأحد الخواص بولاية بشار من أجل الحصول على دلو من الماء الصالح للشرب بعد عزوفهم على شرب مياه الحنفيات التي تتزود به ساكنة الولاية من سد جرف التربة بسبب مذاقه. هو إنسان متطوع داير الآلاف من المواطنين ولاية بشار ببداهم يكفحوا جه العار باه يشربوا الماء الحلو. كل ما تعلى العين غير صالح للشرب. ما لقاوش حتى باش الإنسان مثلا يشرب. احنا صايمين وحنا نمشيو للجامعة وليدي نسقوا منه ونجيبوا منه الماء وما نصيقوا وما نصبنوا وما والو كاع الماء لحقنا حتى البزنا ما لقينا باش ندوشوا له. عندنا الفاتير مخلصينه ونعطوه حقوقه ونعطوه صح ما يجيناش. نمشوا للشركة نهضروا مع المدير، المدير قال لي خلينا نشربوا الماء في رمضان نجيك ورا العيد، ما عرفت العيد الكبير ما عرفت العيد الصغير.